هاي، أهلا بكم في فيديو جديد في قناتي في اليوتيوب. الموضوع ديال اليوم ما غاديش يكون على الميك اب ولا على لا مود ولا على أي شيء. كما متعودين، الموضوع ديال اليوم غادي يكون على أعمالي. فأنا اليوم بغيت نهضر على الفن. عموما أنا ملوعة بالفن، تيعجبني الفن بزاف، سواء الفن التشكيلي أو الفن الغناء. انا مولوعه به، ودائما تعجبوني المدارس القديمه في الفن، سواء في الفن التشكيلي ولا في الغناء في الطرب. دائما بالنسبه لي انا المدارس القديمه او الفنانين القدام اللي داروا بصمه في التاريخ الفني، وغادي يبقى الاسم ديالهم والاعمال ديالهم خالده في التاريخ الفني. بالنسبه لي هما مدارس، هما الاساس. علاش دائما غادي نبقاو نرتكزوا؟ وبالنسبة لي هاد المدارس هادو تيبقاو أيضا مرجعية، في كل مرة كنستافد منهم أنا شخصيا، كنستافد منهم ديما، كنرجع ليهم. بالنسبة لي سيت اون ريفيرونس، سيت ان ابوي. ديما تيخصني نسمع الوردة الجزائرية أو عبد الحليم أو ليلى مراد أو الناس هادو اللي خلاو يعني الميدان الفني زاخر بأعمال لا تنسى. وأيضا مثلا ليونارد دافنشي أو بيسارو، كلود مونيت، أو لي بانتر ديال لا رونيسونس أو ديال لاغ فلامون. الناس هادو اللي داروا لوحات رائعة غادي تبقى على مر العصور الجاية، وأعمال خالدة دائما الفنان كيستمد منها وكيرجع ليها وكتكتشف الأسرار اللي فيها. فاليوم غادي نوري لكم لوحات دياولي اللي انا عملتهم للفنانه الرائعه الغائبه الحاضره باعمالها المرحومه ورده، اللي انا كنعشقها بزاف. كنتمنى لوحات ديالي تعجبكم. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ولي سبسكرايب، وباي. ولا